حتى اتصل فيني؟ ايه انور بيك، وهي الليستة. كرم هون؟ ايه بس هو بالاجتماع. بتحب اعطيه خبر انه حضرتك وصلت؟ ما في داعي. انور بكفي بقى، لا تكون عنيد لهالدرجة. فرصتك ضاعت، الأفضل تنسحب. بال بالخسارة. ست منيرة اتصلي بالسيد ظافر وقولي له رح نكون عنده بعد شوي. ايه هلأ رح اتصل فيه. رح ترجعوا على المكتب بعد الاجتماع؟ ما بعرف، رح نرجع ولا لا؟ حضرتك قدرة أنوار، ظافر بخمس ساعات ما بيخلص حكي. الله معكم. يلا بخاطركم، مع السلامة. سيارة بالكراج، تعي ننزل بالأسانسير. ضروري بالأسانسير؟ ليش؟ عندك عقدة منه؟ لا. الأسانسير ما بيودي إلا على الكراج. كل شيء معك؟ وقف. شو صار له؟ ليش وقف في شيء؟ ما بعرف. يلا بداية غير موفقة. لا تخافي، هلأ بيتصلح. ظريف العادة بالمكتب. ست منيرة بعتي لي هذا بالإيميل. أنت ليش هون؟ قال لي الأستاذ كرم إنه هو بده يسوق. والله؟ قليلن ما قبلنا العرض تبعهم وتشكريهم. ايه ماشي. شو قصته؟ بيكون عطل فني بسيط. لا تخافي، هلا بنطلع. مو خايفة بس. يا حبيبي، ما في تغطية بالمرة. شو رح نعمل؟ منلاقي حل، لا تخافي. وهي تأخرنا على الاجتماع. لا لا ما تأخرنا، لسه في وقت. أحمد حدا يرد علينا، حدا يسمعنا. والله ما عم صدق. ولا أنا. أنا برجيون راح أعاقب كل الفنيين. ظاهر رح نقضي الليلة هون. عم بمزح معك. من فضلك كرم بيك لا تخوفني. قولي لكاملة جاهز للسيارة. والله العظيم شي بخجل. شركة مقاولات طويلة عريضة، الأسانسير تبعي بيتعطل لأتفه سبب. صحيح. طيب يلا بخاطرك.
يا عزو. عزو مصطفى. مصطفى كرم بيك. كامل كرم بيك. شو الأسانسير على الآن فيكن؟ ايه خبر عمال الصيانة خليهم يجوا بسرعة يصلحوه ويجهزوا لي استقالاتهم كمان. أمرك يا بيك. ايه انحلت الحمد لله. كرم بيك والست شهرزاد علقانين بالأسانسير. شو عم تحكي؟ كامل سمعن عم ينادوا وراح يخبر عمال الصيانة اللي طالعوه.